دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون شديد الحراره رطب نهارا على اغلب الانحاء، حار على السواحل الشماليه. بالليل الجو هيكون مائل الحراره على اغلب الانحاء ومعتدل الحراره رطب على السواحل الشماليه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، وحابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس، خصوصا ان في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، لكن درجات الحراره نفسها اعتقد انها مش مرتفعه بشكل كبير. هو طبعا في ارتفاع في قيم درجات الحراره بالفعل بشكل كبير، يمكن احنا حسينا بيه على مدار الايام الماضيه في معظم محافظات الجمهوريه، وده متوقع كمان يكمل معانا اليوم بسبب تاثرنا بكتل هوائيه شديده الحراره بشكل كبير. مش بس ارتفاع قيم درجات الحراره اللي موجود معانا، ارتفاع نسب الرطوبه. ارتفاع نسب الرطوبه في الجو بيخلينا نحس بمزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره. يعني احنا يوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع ان هي تكون 39 درجة مئوية، وده اعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 4 لـ5 درجات، لكن وجود نسب رطوبة في الجو يخلينا. والله يا دكتور منار احنا ما عدناش بنسأل على المعدلات الطبيعية، خلاص احنا عرفنا ان احنا ما بقيناش في شهر، يعني حتى في اواخر يونيو واوائل يوليو احنا مفترض ان احنا لسه درجات الحرارة ما تبقاش مرتفعة بالشكل ده، بس خلاص احنا اعتدنا عليها. هو بالفعل يمكن هذا العام درجات الحرارة في معظم الأيام صحيح. أعلى من المعدلات الطبيعية، وده كمان متوقع من خلال التنبؤات الفصلية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون أشهر الصيف 6 و7 و8 أعلى من المعدلات المعتادة أو المعدلات الصيفية المعتادة خلال الأعوام الماضية. فإحنا حتى لما بيبقى في انخفاض في قيم درجات الحرارة الرطوبة بتبقى عالية، وقيم درجات الحرارة بتظل أعلى من المعدل الطبيعي. إحنا خلال هذه الأيام متأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وده منخفض جوي مع كتل هوائية شديدة الحرارة بتمر على البحر المتوسط، بتقل في قيم درجات حرارتها عن ما هي جاية بقيم درجات الحرارة العالية، لكن تحمل بكميات كبيرة من بخار المية. يعني ده بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبة اللي بتتجاوز 85 و90% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بتتجاوز 80% في القاهرة الكبرى. وجود نسب رطوبة في الجو يخلينا كمان نحس بقيم درجات حرارة أعلى من قيمة درجة الحرارة المقاسة في الظل بمعدل من 2 لـ3 درجات. نسب الرطوبة بتزيد كمان فترات الليل، فده بيخلينا نحس أكثر كمان بارتفاع قيم درجات الحرارة فترات الليل. لكن احنا كمان بدأنا نعلن درجة الحرارة المحسوسة الناتجة عن ارتفاع نسب الرطوبة في نشراتنا الجوية، لأن خلاص بدأنا فصل الصيف اللي بنحس فيه دايما بارتفاع نسب الرطوبة. اليوم أجواء شديدة الحرارة رطبة في القاهرة الكبرى، في الوجه البحري، في شمال الصعيد، في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط طبعا هي الأقل في قيم درجات حرارتها، لكن الأعلى في نسب الرطوبة. عظمى فترة النهار بتتراوح ما بين 33-34 درجة مئوية، لكن محسوسة ممكن توصل لل 36 أو 37 درجة مئوية. فأجواءها حارة رطبة فترة النهار. الأماكن الموجودة في جنوب البلاد الأقصر وأسوان ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية عظمى فترة النهار، نسب الرطوبة هناك بتبقى أقل بشكل كبير، وده رحمة ربنا بيهم فعلا. فاجواءهم بتظل افكر نروح بعد كده يا فندم نصيف في الاقصر واسوان، مش نشتي في الاقصر واسوان. هو طبعا هم الاعلى في قيم درجات الحراره، بس هي يعني نسبه الرطوبه مش عاليه قوي، فبرضه بيبقى الجو مش مخنوق، يعني ناس كتير بتشعر بده، وخصوصا كمان ان الرطوبه العاليه دي بتسبب لنا شبوره مائيه كثيفه صباحا. هي الرطوبه العاليه بتسبب شبوره مائيه كثيفه مع انخفاض قيم درجات الحراره فترات الليل، ده كان بيحصل معانا في فتره الشتاء وكمان في فتره الخريف، لكن في فترات الصيف تحديدا بنلاقي ان الشبوره كثافتها بتقل بشكل كبير، لان احنا عندنا ارتفاع في قيم درجات الحراره الصغرى فترات الليل، فبالتالي ده ما بيساعدش على تكون الشبوره المائيه الكثيفه او الشبوره المائيه الضبابيه. فانا لو حتى عندي شبوره مائيه في الصيف بتبقى شبوره مائيه خفيفه ما بتاثرش تماما على حركه المرور، او حتى كمان يعني بتاثر بشكل مؤثر على الرؤيه الافقيه. هنيجي فتره الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس، طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، لكن قيمه درجه الحراره الصغرى مرتفعه، يعني هي بتتراوح ما بين 26 و27 درجه مئويه فتره الليل.
مع عظمه الرطوبه اللي بتبقى موجوده معانا فتره الليل، فبنلاقي كمان فتره اجواءها بتكون اجواء مائله للحراره فترات الليل في معظم المحافظات، فيما عدا بعض الساعات المتاخره من الليل او فتره الصباح الباكر بنلاقي فيها بعض نسمات الهواء اللطيفه، لكن ايضا استمرار ارتفاع نسب الرطوبه. طيب بكره ان شاء الله اتفضلي. كنت عايزه اسال حضرتك عن كمان حاله البحار، خصوصا ان احنا يعني كتير من الناس دلوقتي بتصيف. هو خصوصا كمان ان احنا طلعنا تحذير للبحر المتوسط او ان في ارتفاع امواج على البحر المتوسط وخاصه في الجهه الغربيه، يعني البحر المتوسط ارتفاع. طب احنا عايزين ناكد على ده تاني من خلال حضرتك دلوقتي، ان حضرتك اكدتوا ان خلاص النهارده المفترض ان في ارتفاع ملحوظ في الامواج فيجب عدم النزول المياه. بالفعل ده للساده المصيفين، يعني خلينا نقول اول ان ارتفاع الموج من 1.5 ل 2.5 متر، فالبحر بيكون مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه، لكن اعمال التنزه او الساده المصيفين اللي هيروح البحر المتوسط وخاصه في الجهه الغربيه يعني مطروح العلمين الاسكندريه، البحر هيكون فيه ارتفاع امواج وارتفاع امواج كمان على الشواطئ، فلازم نخلي بالنا بقدر الامكان لو احنا هنروح لازم نكون في منطقه قريبه من الشاطئ ونتبع كافه التعليمات حماية الشواطئ أو الأفراد اللي بيكون موجودين على الشاطئ، وبنأكد تاني في مطروح وفي العلمين في الأسكندرية في المنطقة الغربية من البحر المتوسط. صحيح. المنطقة الشرقية معتدلة بشكل كبير ونقدر نستمتع بالأجواء. البحر الأحمر معتدل ومؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، وكمان نقدر نستمتع بالأجواء على شواطئ البحر الأحمر، لكن احنا دايما عندنا إن ارتفاع قيم درجات الحرارة أعلى بتبقى على الشواطئ المطلة على البحر الأحمر، البحر المتوسط بتبقى قيم درجات الحرارة فيه أقل من البحر الأحمر. تمام. من بكرة إن شاء الله يبدأ يأثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، فهيكون عندنا انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة بمعدل من 2 ل3 درجات، ممكن توصل لأربع درجات في بعض الأماكن وخاصة في المحافظات الشمالية، والانخفاض هيشمل أغلب المحافظات. المحافظات الشمالية هتحس بانخفاض قيم درجات الحرارة، وهتكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 إلى 37، حتى ده رغم الانخفاض هي أعلى من المعدل بس منخفضة عن الأيام الماضية. طبعا بالظبط، والمنخفض الجوي كمان هيوزع الرطوبة في عمود الهواء ككل، فبالتالي مش هحس بوجود نسب الرطوبة العالية في الجو، خاصة كمان إن هيلزم ده نشاط للرياح موجود معانا النهاردة، نشاط للرياح وبكرة كمان في نشاط للرياح. نشاط الرياح فترات المساء ساعات الليل يقلل احساس نسب الرطوبه ويخلينا حس بقيم درجات حراره اقل مع يوم الاثنين فعاوز ثاني درجات الحراره. انا حاسه ان حضرتك هتقولي في موجه حره بعديها. مش هنقول موجه حره بس اللي هي قيم درجات بقى الحراره اللي احنا لازم نعتاد عليها في فصل الصيف، اللي هو ثاني ترجع درجات الحراره 38 عظمى على القاهره الكبرى ونسب الرطوبه العاليه، هي باختلاف توزيعات الضغط من يوم للثاني بيحصل في ارتفاع طفيف او انخفاض طفيف في قيم درجات الحراره، بس اللي بنأكد عليه ان احنا بالفعل خلال هذا العام في تغير في المناخ المعتاد عليه بشكل كبير، فلازم ناخد بالنا ولازم نواجه هذه الموجات اللي فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره على مدار فصل الصيف كله، واهمها ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره، لان ده هيخلينا كمان نحس مع الرطوبه ومع الكتل الهوائيه اللي فيها ارتفاع في الحراره يخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى. صح. فبالتالي فتره الظهيره من 12 الظهر ل 4 5 العصر نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، لو اضطرينا نبقى موجودين في الشارع يبقى لازم يكون معانا غطاء للراس يحمينا من اشعه الشمس الشمسيه او كاب. السوائل بقى يعني نتناول قدر كبير من المرطبات للسوائل واهمهم الميه، انا حتى لو مش عطشان هشرب ميه. صح. مهم كمان عدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله، لازم اغير درجه حراره جسمي باستمرار، يعني نص ربع ساعه في تحت اشعه الشمس والنص الثاني في اماكن فيها ظل او اماكن فيها انخفاض في الحراره. مهم كمان الملابس بقدر الامكان تكون القطنيه الفضفاضه فاتحه اللون. إيه لو انا طبعا اقدر اكون موجود في اماكن جيده في التهويه ده بيساعدني ان انا احس بنسب رطوبه اقل وقيم درجه حراره اقل. يعني انا بشكرك جدا دايما على المتابعه اليوميه معانا وكمان على النصائح اليوميه اللي حضرتك بتهتمي جدا كل يوم تبلغيها وتقوليها للساده المشاهدين علشان فعلا ما نتعرضش للاجهاد الحراري. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلينا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، هنبداها من القاهره العظمى 39 الصغرى 26، العاصمه الاداريه 39 26، اسكندريه 32 23، العالمين الجديدة 32-23، مطروح 31-22، دمياط 33-25، بورسعيد 33-24، إسماعيلية 41-26،
السويس 40-25، العريش 33-23، كاترين 36-17، طابة 39-26، حلايب 40-30، شلاتين 41-29، شرم الشيخ 42-30، الغردقة 42-31، الفيوم 39-26، بني سويف 39-26، الوادي الجديد 45-27، أسيوط 41-27، سوهاج 42-26، قنا 43-28، الأقصر 44-29، وخان أسوان 45-30. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهارده، لكن الخبر اللطيف جدا ان احنا بكره وبعده الاجواء فيها انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، يمكن ثلاث او درجتين لثلاث درجات بس، هتفرق معانا شويه ان كمان بالليل نسبه الهواء هتكون ممتعه.